ملفات لابد من فتحها. محافظ القاهرة وزير ليه ما تفتحش ملفه؟ سرقة كراسي فرنساوي قصر عيني، مخازن القوات المسلحة لما تتسرق ولما القذافي اتكلم اتقتل رغم انه من دينا قال بكتب سنة كفر وشع كفر. زيزي رئيسة مليون زانية، 5 مليار جنيه كل شهر مرتبات، والشيخ ابو دجن لما قال الكتاتمي قتلوه ورموه في الشارع وخدوا منه العربية و5000 جنيه وموبايلات عشان ما يتصلش بحد، بس ربنا اراد ان العربية كانت معدية قام ياخدوه ودوه المستشفى. عارفين ايه غلط في حق الذات الالهية؟ زيزي اله الزنا، كلنا سمعنا في البي بي سي يعني يا ناس خدوا مخشن القوات المشنحة، عارف وش القفص بتاع 23 طباخ اللي اخوها قتل استاذه في عبد المنعم لياط في المحطة مايكل واللي معاه، ولا حد يقتل يكلمنا. انا بقول لكم اهو حد يقتل يك عندنا، احنا تلنا 21 سنة بنقتل المسلمين قبل يونات، دول مين دول؟ الشبيحة اللي بيروحوا يقتلوا مين؟ المتظاهرين، وهم يكفرون المسلمين زي اي واحد عثمان، بس العثمانيين طبقات. احب اقول لهم على فكرة حلوة، مخازن القوات المسلحة ملفاتها اتعطت لشباب الثورة، نفتح بقى لانها مستعجلة على فتح المخازن، مستعجلة على المعونة اللي بتيجي لمصر وبعدين بتبيعها تاخد النص هي والحرامية بتوع المخازن اللي هم دلوقتي مركباهم عربيات ننزل بالاجمار على شارع 23 طباخ، عربيات معفنة ومكسرة وفي التليين ودخان ومش عارف ايه، وانا محولة اجاز ومش لاقي اكل ان شاء الله، لانها تاخد اللي قدامك اللي وراك زي الغبية مرات حبيب الكلب. لو عارفين كلكم ايه اللي حصل بينا وبين العسوة في مصنع نسيم اللي ورا شارع رمسيس، ايه اللي حصل؟ طبعا انتوا عارفين هي بتعمل ايه معاهم زي اي واحدة في دور 13، زي زيزي مع مدير امن الكويت جمال اتكلم قالت لك سنة كابر، زي ما قتل الشيخ الازهر قال له ما تعملش كده بعد الفجر، جات له سيدي هي اتاكد ان ده زنا وان دي مش مراته، قال لهم بطريقه مؤدبه كانها دي مراته مستنيه على السلم، كان اتنين بيتخانقوا على واحد، راحت ما تعملش كده بعد الفجر. فكر عثمان بيتجوزوا 5 رجال و5 ستات، تلاقي العماره مشتركه، ده عندي دي وعندي دي وعندي دي عشان يفضلوا مع بعض. انا شفت العجب من شهر 1/2003 لحد دلوقتي، حسن نصر الله ماي بيبول ماي ريليجن، دينه من دينهم، ما دين حسن نصر الله يكفر السنه ويكفر الشيعه. الجماعه الذواني دول بيدافع عن شرفهم، اسمها زيزي شرف يا ناس. لو سمحت نفتح ملفات ملفات المهاترات المصريه، احنا مش عايزين ولا حد فيهم، ويقتلون لان دول ذواني وارهابيين وقتله، وعايزين المخابرات بتاعتنا تبقى من شباب الثوره، احنا مش عايزين جرب. وعلى فكره البنا قال هنتخلص من الاشكال الوسخه اللي معاه الشهادات او معاه دبلوم. نفتكر كل فيديو اللي نزل وزيزي حاجته بتهدد واحد من البوليس، الله اعلم ده امن دوله ولا مهاترات، جه واحد يقول له عارف يا بيت الوادي اللي انت كنت مش عارف ايه معاه ده ايه يا بيت، انا قددته عندي في الموقع وهي شالته، هتلاقوه مكفول كده اللي هو موقع ولا انفعال، والواد يقول له ايه يا باشا انا قلت لها عايز ازني عليك، قالت لا. عارفين ليه؟ عشان تجيبه بالجزمه تعمل بيه حاجه، هو اوريدي وسخ. البنا قال لي تامر في اخر حلقه في البيت بيتك، وللاسف بعت الباسم راح شتم تامر. يا عم هات كلام البنا، قال المسلمين كفر، وانا مش هعتذر على الكتاب اللي انا عامله، وعامل كتاب بيقول المسلمين كفر زي ما الشيخ الازهر قال لي هنا، وبقول للشيخ الازهر انا مش تبع انبا تدروس يعني لكون فرزك تروح تنتقم منه وتولع، انا تبع ربنا، على ما ربنا يخلص عليكم ابقى اعرف اروح اي كنيسه، لما ربنا يخلص عليكم ويلقطكم كما الجراد من على الشاه العاهرة مش خشاب يا خراج، احنا بتوعك في المافيا ده، انا الدكتوره نادي لا هي وحاتم الجبلي يعملوا في رسالة ديال السعوديه سنه كفتر يا وليد نقتل المسلمين العالم. ايوه دكتور عبير العاهرة بتاع جامعه عين شمس قعد 3 ايام فوق نجف اللي شارع رمسيس مع حبيب الكلب عشان تاخد 3 كراسي ب 3 مليون كراسي اسنان بالمكن. دكتورة عبير اللي بعتتها تقتل أمي عشان أمي جالت الحج، الدكتور عبير جامعة عين شمس أسنان، عارفين دي مين؟ صديقة عمر سليمان، صديقة حبيب الكلب، وحرامية
وزانيا واسمها في الزوانه بتاع دور ال 13. افتح ملفات الدور ال 13 بتاع المخابرات وانتوا تعرفوا اللي بيتعمل فيكوا. جت شيخ الازهر اللي قال عليه طيب في السوق طلعوا لي اللي اتزح في القناه الفضائيه. انا بمشي في الشارع الاقي الناس متشكرين، الله يعطيك العافيه ليه؟ واللي انت قلت قلت لي طيب ان احنا مش كفر، وتروا انتوا الله يعطيكم العافيه. فين بتوع جنوب لبنان اللي جوز مرات حبيب الكلب اللي في السطح عندنا عمل هوسبيتاليتي لاسامه بن لادن بتاع يقتل كفر بقى محمد وبيعه علي الكلب؟ فين؟ واحد بيقول على النبي بتاع الكلب وانت داير تتخانق في امريكا واسرائيل، ما تشوف مين اللي بيقول. فين ملفاتهم؟ مين اللي قتل الحريري وبتوع جنوب لبنان جاله وقال لن اسمح لسنا كفر يبقى رئيس وزراء؟ انت مين انت؟ ده انت كهربك في المستشفى ومعفص، وعلى راي مرات حبيب الكلب قتل خروف خروف وهعمل بيه اللي انا عايزاه. وانا اقتل مسلمين كفر كهربونا ليه؟ احنا بنحرق القرآن ونغتصبهم ونقتلهم في حاجة؟ لا ما فيهاش حاجة. ده انت ممتاز ورائع، انت في حد بيكلمكو؟ ده انت اخوك محكوم عليه بالاعدام، ما حدش كلم ربع كلمة، واللي بيتكلم بيترابط في الخرفان ويرجع ينخ يبقى زي الايه البطاطا، صح؟ افتح ملفات حاتم الجبلي اللي منع دواء مرضى القلب وقتلهم، اللي سرق المعونه مشجع يقول لي في خير زمان ومن سجله عند امن الدوله. بس امن الدوله دول ربنا ينتهي منهم انتقام، ما تسرب اللي عندك كان الناس دخلوا خدوه. اي حاجه بتسجل في خير زمان بتطلع على امن الدوله نسخ منها. سرب اللي عندك، جات كل قرف الله ينتقم منكم. بتحموا مين؟ ايه القرف ده؟ وانت يا اوباما، انت عثمان، انت ليس مسيحي ولا مسلم. اوباما ليس امريكا، لان الناس ايه امريكا وبتاع، انت بتكره امريكا ليه؟ ما انت بتكره الذمه فربنا بينتقم منها. ده هي مضروبه على جفاها عشان تاخد واحد مافيا، وكل اللي قدروا يعملوه عشان العالم مش ماشي فيه امضى على القرار مش هتعمل كده تاني. وقتلهم جوه امريكا كذا مره هو ومرسي. اوعى يغرك البدل والكرافتات. انا ما رضيتش اتكلم عشان اللي عندي نعنت في ديالوجات يمين ولا ليا دعوه، ولا واحد يصلح ان هو يكون رئيس جمهوريه وحلو زي حسني مبارك الا الزند. فاكرين الزن؟ بس عبد العظيم ده حرامي كبير قوي. نروح نشوف عمل ايه شعلان في شارع ابن كرة جر البان شرباطي اللي هو اخر احمد سعيد.